سريعة لأهم ما نشرته الصحف والمواقع وأيضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. من الشخصيات اللي كانت أكثر تداولا والحقيقة بقالها محتلة فترة للشخصيات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وده طبعا بعد حديثه عن انخفاض في أسعار السلع يوصل ل 30% خلال الفترة المقبلة وبدء تخفيضات أسعار الخبز الحر يوم الحد اللي جاي، وكمان دعوته للمواطنين لمراقبة أسعار السلع والإبلاغ عن المخالفين عن طريق الابليكيشن بتاع رادار الأسعار اللي احنا اتكلمنا عنه في أول الحلقة، واللي هيدي فرصة كبيرة للمواطنين ان هم يبقى في تفاعل ما بينهم وما بين الحكومة في إحكام الدور الرقابي. كان في المركز الثاني كمان دكتور محمد معيط وزير المالية، لأن كان له تصريحات ان هو بيشتغل وفق ليه استراتيجية متكاملة علشان ينزل معدلات الدين العام لأقل من 80% في عام 2027، والحقيقة التصريحات أثارت ضجة كبيرة، لكن هي يعني ما كانش ليها علاقة قوي بفكرة الحالة الاقتصادية، يعني هو أشار إن ده مهم جدا إن احنا ننزل الدين العام، لكن الناس طبعا بدأت إنها تتكلم إزاي هيقدر ينزل الدين العام ليه 80% في عام 2027 يعني بعد حوالي 3 سنين. كمان لاعب النادي الأهلي حسين الشحات كان في المركز الثالث، وده طبعا على خلفية تأجيل محاكمته في قضية التعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي في بيراميدز، وتأجلت القضية لحد يوم 9 مايو المقبل، وشهد تفاعل كبير جدا من رواد السوشيال ميديا علشان يعرفوا إيه آخر تطورات القضية. كابتن محمود الخطيب كمان كان في المركز الرابع، ده كان على فكرة يعني على حاجتين. الحاجة الأولانية قضية السب والقصف اللي رفعها الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور، واللي قررت المحكمة تأجلها لجلسة 23 مايو المقبل. كمان بقى كان في تصريحات لحسام عاشور لاعب الأهلي السابق، واللي وجه رسالة في أحد البرامج لكابتن الخطيب، قال إن هو بيحبه وبيقدره، وإن الجميع بيغلط، وإن ممكن يكون الخطأ ده عن غير عمد، وإن يعني وقال إن الابن لما بيغلط بيتسامح، وخصوصا لو الغلطة مش مقصودة، واتكلم طبعا عن حبه للنادي الأهلي. فنان بقى أحمد عبد العزيز كان موجود في المركز الأخير، وزي ما حضراتكم شفتوا كان في فيديو للفنان أحمد عبد العزيز وهو رايح يحضر العزاء بتاع الفنانة شيرين سيف النصر الله يرحمها، وكان له فيديو هو بينفعل على واحد من ذوي الهمم، وهو يعني نشر بيان على صفحته وقال ان هو ما كانش عارف، لان الاجواء اللي بتبقى موجودة في سرادق العزاء دلوقتي في وسط وجود الناس والسوشيال ميديا والتصوير والحاجات دي خلت ان العزاء بقى مش هو اللي احنا كنا متعودين عليه، وطبعا قدم اعتذاره ان الموقف ده حصل من غير ما يبقى هو يعني قاصد انه يعمل ده. وزارة التربية والتعليم نشرت برئاسة الدكتور رضا حجازي نشرت عدد من الاستعدادات والإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024. هقول لحضراتكم على بعض منها وهي موجودة معانا كمان على الشاشة. سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة هيكون بنفس مواصفات العام الماضي علشان نضمن الجودة والدقة، ويتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة. الحاجة الثانية تصحيح إجابات أسئلة البابل شيت هتتم إلكترونيا، وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية هتتم من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين، وده هيتم عبر التابلت الخاص بالمعلم. الحاجة الثالثة إن هيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة مش على الإجابة النهائية، ودي الحقيقة من الخطوات الهامة جدا، لأن دايما بيبقى التصحيح على الإجابة النهائية، لا احنا خلاص هنرجع تاني لفكرة ان اللي بيتكتب بناخد عليه درجة، ودي حاجة كويسة ومطمئنة شوية لأولياء الأمور والطلاب. كمان اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة السنة دي، وان هيبقى فيه تفتيش دقيق جدا للطلاب قبل دخول اللجان، وهنستخدم بقى وسائل إلكترونية زي العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة، ومنع اصطحاب المراقبين نفسهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، يعني مش الطلبة بس، لا كمان هيبقى المراقبين أو المعلمين اللي موجودين داخل اللجان مش هياخدوا هواتفهم هم كمان لإحكام فكرة الرقابة الدقيقة وعدم تسريب الامتحانات. هيتم بقى استخدام كمان تقنيات حديثة هيتم تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، هيتم رصد أي طالب بيقوم بمحاولة غش إلكتروني على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة. كمان هيتم التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية،
وان احنا هنصلح اي اعطال بيها. ودي كانت من النقاط الهامه كمان، لان كان حتى لو في كاميرات تلاقيها معطله، فهي مش يعني مش مجديه وجودها. فالوزاره هتقوم بمتابعه هذه الكاميرات. هيبقى في تدريب لاعضاء لجان الاداره المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعه عملهم داخل اللجان. هي الحقيقه اجراءات ممكن الناس تشوف ان هي مش جديده، يعني معظمها مش جديد، لكن الحقيقه فيها بعض النقاط الهامه جدا واللي كانت مسار جدل وانتقاد من الطلاب واولياء الامور، خاصه انا بتهيالي فيما يتعلق بفكره الحصول الدرجه على الاجابه النهائيه. يعني زي ما قلت لحضرتك لا، هيبقى في خطوه، كل حاجه هيكتبها الطالب هو بياخد عليها درجه، ودي في حد ذاتها بتبقى كويسه جدا. كمان فكره ان انا اللجان والمتابعه والرصد والرقابه ومنع تسريب الامتحانات، ده هياخد مجهود من الوزاره انها تعمل ده على الارض، لكن في النهايه احنا بنشوف ان كل سنه بتقل عمليات الغش وعمليات التسريب والحاجات اللي احنا بنشوفها قبل امتحانات الثانويه العامه. هرجع بقى لحضراتكم تاني للفنان احمد عبد العزيز، لان انا كنت قلت لكم ان هو كان من الشخصيات الاكثر تداولا على الفيسبوك، وهقول لكم على ان هو نشر على صفحته وفي على الفيسبوك اعتذار وتفسير لانفعاله في عزا الفنانه شيرين سيف النصر، وده طبعا بعد تعرضه للهجوم الشديد وانتقادات علشان هو الشخص اللي انفعل عليه كان من ذوي الهمم. وبدا الفنان احمد عبد العزيز نشر على صفحته وقال: للاسف الشديد سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة، والتي اندثر معها مراعاة القيم واحترام قدسية الموت وخصوصية المشاعر، حتى أضحت ساحات الجنازة ومراسم العزاء حكرا أصيلا لهمج الميديا والترندات الخادعة. وكذا الباحثون عن مادة واهية دون النظر إلى تأصيل حقيقي لجوهر القيمة الذي غلف فطرتنا الثانية، ولكن وللأسف الشديد طال الأمر أحد أبنائنا الأعزاء من ذوي الهمم والذي شاءت الأقدار أن يكون وسط هذه الجموع التي لا تحترم المناخ العام السائد، ولم يكن لدينا علما مطلقا بحق حقيقة الأمر بسبب التدافع الشديد. واختتم حديثه وقال: من هنا نعلنها بصراحة وبقوة أن ما تشهده مراسم العزاء وأروقة ساحات الجنازة للمشاهير وغيرهم من تطفل جاوز المدى، وإقحام نبل المشاعر الإنسانية مع فوضى الميديا والبحث عن الترند الزائف صحفيا وجمهوريا أمرا لا يليق مطلقا بمجتمع صلب بنانه جوهره القيمة الأخلاقية والفطرة الغراء السامية. حقيقة ده مش أول مرة إن احنا بنتكلم على فكرة العزاء والجنازة والتصوير وما يحدث في ذلك، لأن في النهاية في حرمة للموت وفي احترام للخصوصية ومشاعر الآخرين، والصحفيين نفسهم على فكرة والعاملين في مجال الميديا بيطالبوا بده، بيطالبوا ان يبقى في احترام لهذه الخصوصيه. انت ممكن نؤدي ادوارنا ونؤدي دورنا بس مش بالطريقه، بس طبعا علشان بيبقى دايما في دخلاء والناس بتبقى يعني تايهه ببعضها، فمحدش بيقدر يميز ما بين الصحفي او او المراسل او اللي رايح ان هو يغطي الحدث بشكل مهني، والناس اللي بقى بتبحث عن الترند والشهره الزائفة، يمكن زي ما قال الفنان أحمد عبد العزيز. وعموما احترام اعتذار الفنان أحمد عبد العزيز وتوضيحه للموقف ده أمر يحترم، والحقيقة يعني قفل باب كبير جدا لمثل هذه الأمور. خلينا بقى نروح للنادي الأهلي اللي قام بمخاطبة وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي للسماح بالساعة الجماهيرية الكاملة في المباريات المحلية والإفريقية، وده طلبوا بيه إن هو يبدأ مع مباراة الأهلي مع مازيمبي الكنغولي يوم الجمعة 26 إبريل في استاد القاهرة في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. حضراتكم كل معدلات البحث في الساعات الأخيرة كانت عن رياح الخمسين، كل الناس بتدور هو ايه اللي هيحصل في خلال اليومين دولت، في نفس الوقت اللي قامت فيه الهيئه العامه للارصاد الجويه بنشر تحذير لمرضى الجيوب الانفيه وحساسيه الصدر، وان هي بتحاول انها تقول لهم او تحثهم على ارتداء الكمامه اثناء الخروج لو لزم الامر. نروح بقى لحضراتكم يعني في نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه، انتشر كاريكاتير ساخر عن رياح الخمسين للفنان محمد عبد اللطيف، نشره كان يعني لطيف قوي لو حضراتكم بتتابعوه على الشاشه.